وايش المدبدب؟ ايش فيك طافين كذي؟ انت ما له داعي تسوي هالحركه. وقفك عن وجهي. عليه مو جايني نتهاوش، ما يحتاج تشوف البحر. وايش عليك من هالهبلان؟ خلونا نمشي شباب. ما له داعي تتنمر على الناس، كذي الناس ما بيطيقوننا. خلهم لا يطيقوننا. إلى متى من بلتجي؟ المتنمرين في كل مكان، في القرية، في المدرسة. لما اشتكيت إلى المدرس قال أنه خبر المشرف. لما قلت للمشرف قال أنه خبر أبوه. وهذا الوضع ما تغير، يعني المدرسة ما قدرت تحمل، رغم ان البابا قال لهم اني امانة عندهم. وحتى هني في القرية علي في كل مكان يتحجج. ولما قلت للبابا كلم ابوه وشكل ابوه مو قادر سيطر على ولده، والبابا صعب حقباله وبوجهه. واحسن شيء اني ابتعد وما اطلع من البيت كلش، كفاية إهانة. من اليوم بقعد بس في ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام أبو يوسف. شخبارك عمي؟ الحمد لله بخير. يقول انه ما يبي يطلع لانه كاره المجتمع. قلت انتون اصدقائه واكيد تقدرون تعرفون السبب. ان شاء الله بكره انا وحسين بنمر عليه، لا تدير بال عمي. بارك الله فيك حبيبي، في امان الله. مع السلامة ابو يوسف. لا حول ولا قوة الا بالله. آخ آخ آخ. آخ آخ. بطني آخ. وين آخ؟ وضعك لا بأس فيه، ولكن تحتاج إلى متبرع بالدم، ومشكلتك إن فصيلة دمك ما تتحصل عن أي واحد، فإن شاء الله ننتظر متبرع يجي عشان نكمل علاجك. خير إن شاء الله. أوه، ما سمعتون الخبر؟ وإيش بعد عسما شار؟ قصي مرقع مريض. أوه، وش فيه؟ ما أدري،
بس محتاج تبرع بالدم. أنا حاضر من عيوني. بس هذا صديق علي عاد. إيه وش عاد؟ حتى لو كنا إلى بعض اليوم يحتاجك باكر تحتاجه. بس هذه فصيلة دمه. ممتاز مثل فصيلة دمي. وش ننتظر عجل؟ يلا خلنا نمشي. وش أخبارك؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. أجر عافية، ما عليك شر إن شاء الله. الشر ما يجيك إن شاء الله. وش أخبارك؟ إن شاء الله أحسن الحياة. السلام عليكم. عليكم السلام. أخبارك؟ وش شكلك صرت حصان؟ السلام عليكم. ما تشوف شر؟ شر ما يجيك. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. ما تشوف شر؟ الله يجيك. وايش مجيبين دلين بعد؟ هذي لينة؟ هذا اللي انقذ حياتي. شلون يعني؟ هو اللي تبرع لي بالدم. وانا كلها تحجج بهم. هذيلين ما يستاهلون اللي تسويه فيهم. لو تعتذر منهم بيتعود الخطأ مالك. كلامك صحيح، بعتذر منهم.